وبركاته. كديرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالي شهيوات رشيدة. اليوم غنحضر معكم ان شاء الله ميني بطبوط او بطيبيطات صغار، واحد الحشوة اللي كتجي لذيذة بزاف، حشوة ديال كبد الدجاج او كبدة ديال الدجاج، كتجي من ألد الحشوات بالشرمولة مغربية. ودابا ندوز معكم طريقه المقادير ديال البطبوط هو الاول، ومن بعد عاد ندوز للحشوه. بسم الله على بركه الله. عندي زلافه من القمح الاصفر، وعندي زلافه ونص ديال الدقيق الابيض الخاص بالحلويات، وعندي معلقه كبيره ديال السكر معمرش مزيان، سكر حبيبات. عندي معلقه كبيره ديال خميره الخبز، او هاد الخميره حبيبات ولا الخميره المعجونه بحال بحال. عندي ملح بحسب الذوق، انا خديت واحد المعلقه صغيره، وكاين ما دافي باش غنعجن، وكاين زيت. اما تستعملوا زيت الزيتون او زيت نباتي نتوما اللي كيعجبكم. ودابا ندوزو لطريقه تحضير العجينه الاولى. قصريه غادي نضيف هذاك الدقيق، راه مغرب من قبل، زيت واحد جوج معالق كبار تقريبا، من معلقه حتى لجوج معالق. الزيت كيخلي البطبوط يجي رطب وما يجيش قاسح. دابا نبدا نجمع بالمدافي، وراه تقدروا ديروا كميه كثيره تضربوا هاد المقادير اللي عطيتكم وديروهم في المجمد او في الكونجيلاتور، تخليهم يديهم لكم مده طويله بلا ما يخسروا بلا حتى شي حاجه. الوقت اللي كنصاوبوا بمحشوات عديده، الوقت اللي بغيتو كتجبدوا واحد 5 دقائق من قبل حتى كيتسلقوا وكتخلوا بهم كتعمروهم. غادي ندير لكم مزيان واحد جوج دقائق ديال الدليك تقريبا بهذا الشكل. دلك مزيان، دابا من بعد ما جنت العجينه خليتها تخمر، دابا ندوزو للحشوه. عندي هنا واحد البصله كبيره ولا جوج بصلات متوسطين، كاين عندي واحد 8 قطع ديال كبد الدجاج او كبده الدجاج، واللي ما كيبغيش يقدر يستعمل الكبده ديال البقري، ولكن راه هذه كتجي حشوه بسيطه وكتجي من ألد الحشوات. عندي هاد الكبده ديال الدجاج مقطعه، الكميه راه كتبقى بحسب الرغبه. عندي زيتون خضر مقطع، غندير واحد الماجز من زيت الزيتون ومن زيت نباتي، وعندي قزبر معدنوس مقطعين واحد جوج معالق كبار تقريبا، ومكثر القزبر اكثر من المعدنوس. عندي واحد نص حامضه مصيره مقطعه، وهنا في التوابل كاين كمون، كاينه فلفل حمرا حلوه، كاين سكينجبير، كاينه ملح، كاين خرقوم بلدي، كاين ابزار او فلفل اسود، وكاينه فلفله سودانيه، هذه كتبقى اختياريه اللي ما بغاش ما يديرهاش. وعندي واحد الفص ديال الثومه كبير غادي نحكوه. ودابا ندوز لطريقه التحضير على بركه الله. في مقله غنديروا داك الزيت نباتي، نضيف عليه شويه زيت الزيتون وهذيك البصله،
وغادي نديرهم يتشحروا في كاسرونه. غندير هذيك الكبده وغندير عليها الماء وغنديرها تغلى واحد جوج دقائق، غير جوج دقائق فقط. ها هي من بعد ما تشحرات البصله ولات بهذا الشكل طابت، دابا غنضيف على هذيك الكبده صبروا ما تنوس. راه حكيت فيه داك الفص ديال الثومه، ها المصير دوك التوابل اللي ذكرت معكم. الزيتون قطع، عندي نص حامضة وهاد نص ليمونة، راه حيدت منو العضومة ديولو، غادي نعصرو. فكيف ما قلت لكم هذه حشوة بسيطة ولكن كتجي لذيذة بزاف، من ألذ الحشوات. وغنخليها حتى تكمل الكبدة الطياب ديالها وتشحر كاع المكونات مع بعضياتهم ويطيبوا، عاد نطفي عليهم. ها هي العجينة من بعد ما خمرات، غادي نطلقها غنورقها بعد الدقيق ديال القمح. دابا من بعد غنطلقوها نستعين بهذا المدلك، راه كنديرهم بحجم رقيق ماشي غلاضين بزاف باش ما تبقاش فيهم العجينه من الداخل بزاف. هايا من بعد ما طلقت العجين صارت بهذا السمك رقيق، ما كنخليوهاش غليظه بزاف وما نرقوهاش اكثر من القياس. دابا عندي هذه القطاعه غادي نقطع بها بهذا الشكل وغنخليهم غير واحد جوج دقائق يرتاحوا، ما نعاودش نخليهم تيخمروا المره اخرى، وغادي نبدا نطيب فيهم باش يكملوا الخميره في المقلاه، يطلعوا وجههم منفوخين وخاوين من الداخل. وانتم كتشوفوا السمك ديالهم من 3 ملي حتى 4 ملي، ما كنديرهمش غلاضين بزاف. هذيك العجين اللي كتبقى ليا راه كنجمعها بهذا الشكل بهذا الشكل ونديرها في البلاستيك غذائي ونخليها ترتاح واحد 5 دقائق ونعاود نطلقها. ها هما درتهم هنايا في واحد الصينيه، درت تحت منهم واحد الزيت وغنغطيهم كيف ما قلت لكم غير واحد جوج دقائق حتى يرتاحوا ونبدا نطيب فيهم. هذيك العجين من بعد ما خليتها ترتاح حتى هي غنعاود نطلقها ونشكلها. وراه الشكل تقدروا ديرهم مربعين، تقدروا ديرهم 30، ديرهم دائريا كيف ما درتم انا، الشكل اللي بغيتوه كديروا. دابا درت مقلاة سخن، فهاد المقلاة غادي نخمس فيها هاد الميني بطبو، راه على نار فيت متوسطة، راه خليتهم كيف ما قلت لكم مع واحد جوج دقائق. المقلة راه ديروها تقيلة ولا ديرو مقلة عادية بحال بحال. هاهما ملي كيبانو ليا بداو كيتنفخو كنقلبوهم بهذا الشكل. هاد الوصفة ديال البطبوط راه كتجي ناجحة 100% من المرة الأولى كتجربوها فيها، لا تبعتو جميع المراحل. كتحاولوا ما تقبوهمش باش ما تخرجش منهم ديك الهواء يتنفخوا. هما من بعد ما كتشوفوهم طابو كتعاودوا تقلبوهم. كنحاولوا نطيبهم من الجناب بهذا الشكل غير واحد شويه، هما راه اصلا طايبين.
من بعد ما طاب البطبوط ووجدتو انا غادي نحلو معاكم، نحلوه بواحد المقص. شفتو كيجي من الداخل، راه كيف ما قلت لكم كيجي ناجح 100%، ما فيه لا عجينه بزاف لا والو. ودابا غنبدا نعمر فيه بهذيك الحشوه ديال الكبده ديال الدجاج بالشرموله المغربيه. عندي الخس، هاد الشلاضه خضراء، هادي كتبقى اختياريه اللي ما بغاهاش، راه الحشوه كافيه. دابا غندير هذيك الوريقه ديال الخس بهذا الشكل، ناخذ كميه من الحشوه ونعمر، عفوا الحشوه ديال كبده الدجاج بالشرموله المغربيه راه كتجي اكثر من رائعه وزوينه بزاف. ها هما من بعد ما كملت ميني بطبوط وهاد البطيبيطات الصغار عامرين بكبد الدجاج، بحشوه كبد الدجاج بالشرموله المغربيه، كيجيو اكثر من رائعين وكيجيو زوينين بزاف، وكيبقاو شهيوه من شهيوات الرمضانيه بامتياز. ونتمنىو يكونوا عجبوكم وتجربوهم لانهم يستحقوا التجربه، وكيجيو اكثر من رائعين وزوينين بزاف. وشكرا على حسن المتابعه، والى اللقاء الى فيديو جديد ان شاء الله.